السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات ام هيثم. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله. قبل ما نبدا معكم تحضير ديال الوصفه ديال اليوم، فكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والسلامه والهنا وطول العمر ان شاء الله. وكنعتذر يعني على الغياب ديالي هذه المده، كنت عيانه شويه والصوت ديالي كان مشى، حتى دابا كنعتذر على الصوت اللي ماشي هو هذاك. فالله يعافينا ويعافي جميع المسلمين ان شاء الله. غادي نبداو بتحضير اليوم ديال عجين ديال البيتزا. هذا العجين عندي هو المعتمد، يعني كنحضر به جميع انواع البيتزا تقريبا. غادي نحضروا بهم اليوم ان شاء الله لي ميني بيتزا او لي فوندو بيتزا، داك الصغار او الكبار، يعني ديروا كما بغيتوا. غادي نبداو ان شاء الله دابا بالمقادير. عندي هنايا جوج لايف مع مرينش ديال الدقيق ديال الفورس، يعني فيهم 750 غرام، كيلو لا ربع ديال الفورس. كيلو لا ربع ديال الفورس غادي ندير معاه كاس قل ربع ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون كل كيلو كندير معاه كاس. هنا كيلو لا ربع، غادي ندير كاس لا ربع ديال زيت الزيتون. عندي معلقه صغيره ديال الخميره، عندي معلقه صغيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملح والملح حسب الذوق، ومعلقه كبيره ديال الزعتر. واللي كيبغيه بزاف يعني يقدر يدير كميه اكثر. وعندي معلقه كبيره عامره ديال الزبده. غادي ندوز دابا ان شاء الله للطريقه. الطريقه اللي هي سهله، دقيق ديال الفرن غادي ندير ليه زيت الزيتون، وغادي نضيف المعلقه ديال الزبده تقريبا 50 غرام، معلقه كبيره، وغادي نخلط هذا الزيت مع هاد الزبده مزيان حتى غينسجموا. بعد ما خلطت هاد الزبده والزيت مع الدقيق مزيان، غادي نضيف باقي المقادير. عندي هنا ضفت الخميره، غنضيف السكر، هاد شويه ديال الزعتر، معلقه كبيره، ندوزها يعني بين يدي، ونضيف الملح. خلط كل شيء ونعجن بالمدافي اللي نسيت يعني ما ذكرتوش معكم في المقادير. المدافي هاد العجينه ما تحتاج يعني شي دلك ولا شي مجهود كثير، يعني غير نجمعوها. العجينه يعني كتكون خفيفه شويه، ماشي جاريه ولكن يعني مطلوقه شويه، ما كتحتاج كما قلت لكم لا دلك ولا عجن كثير، يعني غير تنسجم هذوك المقادير مزيان كما شفتوا، يعني غير تخلط العجينه وما يبقاش فيها يعني هذوك الكويرات وصافي. هنا دات مني 500 مليلتر ديال الماء، يعني نص اطرو ديال الماء. والماء دائما كيبقى على حسب النوعيه والجوده ديال الدقيق اللي مستعملين. العجينه هي هذه من بعد ما عجناها، كما قلت لكم هي راه ما كتحتاج لا شي لا عجن ولا دلك يعني ولا شي مجهود كثير، ميم با جوج دقائق، غير ما كتبقاش تلتصق بحال هكا في الاناء اللي كتخدموا فيه. كما قلت لكم جوج دقائق فقط كتكون تجمعات، هي كتكون رطبه على العجينه ديال الخبز، يعني خفيفه شويه على العجينه ديال الخبز. غادي نغطيوها مزيان وغادي نخليوها ترتاح اولا حتى تخمر ويتضاعف الحجم ديالها مزيان مزيان، حتى يتضاعف الحجم ديالها، وعاد نتلاقاو ان شاء الله باش نشكلوها. هذا العجين ديالنا من بعد ما خمر وتضاعف الحجم ديالو يعني جوج المرات اكثر، غادي ننزلو منه الهواء. وجدت هنا عندي واحد الطبسيل فيه شويه ديال دقيق القمح الفينو، غادي نرش شويه في مكان العمل، نجيب كميه من العجين وغادي نطلقها بالمدلك لاستعانه بدقيق القمح، وما نكثروش منه باش ما تنشفش لينا العجينه. غادي نطلق العجينه مزيان ونرققها بالمدلك. غادي يكون السمك ديالها ما بين 2 و 3 ديال المليمتر. جبت هنا واحد سيركل دائري، اختاروا الحجم اللي يناسبكم وقطعوا به العجين مزيان. تاكدوا ان العجين ما لاصقش باش يعني القطع تجيكم دائريه وما ديفورماش ليكم. غادي نصفهم الفلاطات اللي غادي يدخلوا الفرن. هنا كما شفتوا درت كميه من العجين اللي قطعتها هكا وصفت هاد الفلاطات اللي غادي يدخلوا الفرن، والكميه الاخرى من العجين غادي نحتفظ بها باش ندير بها لي فون بيتزا اللي غادي يطيبوا بدون فرن. هنا غادي نتقوهم كاملين بالفورشيط وغادي ندخلوهم في الفران اللي غادي يكون سخون، غير يبيضوا يتشمعوا ونخرجوهم. كذلك الكميه الاخرى من العجين غادي نقطعها على شكل دائري وغادي نتقبهم مزيان بالفورشيط وغادي نطيبهم في المقله الثقيله على النار. هنا المقله الثقيله عندي سخونه، سخنتها من قبل، غادي نستف فيها يعني القطع ديال العجين كاملين
النار اللي غادي تكون متوسطه، يعني المقله غادي تكون سخونه ولكن النار غادي تكون متوسطه. غادي نديروهم حتى هما غادي نخليهم غير يبيضوا يتشمعوا، ما نخليهمش يتحمروا لان غادي نحتفظوا بهم في المجمد. الا كنتوا غادي تستعملوهم في نفس اليوم يعني خليهم يتحمروا باش طيبوهم في نفس الوقت. هنا من بعد يعني ما نشفوا من التحت قلبناهم على الوجه ديالهم حتى هما غير ينشفوا ما يبقاوش عاجين، وكنحيدوهم يعني 30 ثانيه كما شفتوا. فور بيتزا من بعد ما طابوا كيكون هذا هو الشكل ديالهم، هادو اللي طيبناهم في الفرن يعني كيكون هذا هو الشكل ديالهم، وهادو اللي وجدناهم غير في المقلة فوق النار هذا هو الشكل ديالهم. كيجيو زوينين بزاف يعني ما كاين حتى شي فرق بيناتهم. اللي ما عندوش الفرن يدير غير المقلة فوق النار ويحضرهم. كان هذا هو الشكل النهائي ديالهم. فالكميه اللي عطيتكم كتخرج تقريبا 50 حبه، يعني 50 حبه من هذا الحجم. غادي كما شفتوا انايا درتهم لويتهم في البلاستيك الغذائي، غادي نديروهم في المجمد نحتفظ بهم في المجمد لوقت اللي غادي نبغيهم، غادي نجبدهم ونستعملهم. غادي ندير معكم ان شاء الله حلقه خاصه على هاد ليميني هادو بحشوات مختلفين وبطريقات كذلك مختلفين في الطياب ديالهم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. فإلا عجبتكم الوصفه ديالي ديال اليوم كيف العاده ما تنساوش ديروا ليا جيم، بارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء ديالكم. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. بهذا كنكون وصلنا لنهايه الوصفه ديالتنا ديال اليوم مع وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.